أما بما خصوص المحبوسين المرضى بأمراض مزمنة كالسرطان أو أمراض أخرى، فهذا يدخل ضمن المشرع الجزائري قام بما يسمى بالإفراج المشروط لأسباب طبية، أنه لما يكون هؤلاء يعني أشخاص مرضى موجودون داخل الحبس والعملية تم الإفراج على العديد من المحبوسين في إطار هذا النظام، يشرف عليه قاضي تطبيق العقوبات على مستوى المحلي، يترأس لجنة تطبيق العقوبات، يتم يعني وضع طلب في التسخيرات من عند أخصائيين في المرض عن طريق قاضي تطبيق العقوبات، ويدرس هذا الملف، ثم عادة ما يكون إيجابي لهذه الحالات، وبالتالي بالإضافة إلى أن الدولة الجزائرية تتكفل بالصحة النزلاء مثلها مثل المواطنين.